ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد محمود من قناة ترند، والنهاردة هنتكلم عن الافلام المصرية العربية اللي هتتعرض ان شاء الله في سنة 2021، والموسم اللي بتنافس فيه كل النجوم على شباك تذاكر السينما في العيد الاضحى وعيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم بخير. يلا نشوف قائمتنا فيها ايه. أول فيلم معانا النهاردة فيلم أحمد نوتردام، بتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت حوالين صحفي شاب بيتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته، مما يجعله بيلجأ إلى طبيبة لمساعدته للعلاج من النحافة وتتوالى الأحداث. الفيلم ببطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل وبيومي فؤاد وحمد المرغني، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. تاني فيلم معانا النهاردة فيلم أشباح وربع، بتدور أحداث الفيلم حوالين زوجة بتخلف 6 توائم، مما يضطر الزوج لبيع 3 من ولادها بسبب الفقر، ولما بتكتشف الزوجة ذلك بتقرر إنها تسيب جوزها وتسافر برا البلد عشان تنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل. فيلم أشباح وربع قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد عبد الرحمن، وبيشارك في بطولته هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن. تالت فيلم معنا النهاردة فيلم الإنس والنمس. فيلم الإنس والنمس من بطولة الفنان الكبير محمد هنيدي ومنى شلبي وصابرين وعمر عبد الجليل، بيدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي ومثير عما سيحدث خلال أحداث الفيلم، اللي بيجسد فيه دور موظف حكومي فقير، طبعا ده الفنان محمد هنيدي، واللي بيتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، واللي بيجسده الفنان شريف الدسوقي، واللي بتكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم. ومع مرور الأحداث بنجد محمد هنيدي بيقع في غرام منى شلبي اللي بتشاركه بطولة العمل حتى يتزوج منها وتتوالى الأحداث. رابع فيلم معانا النهاردة فيلم الشايب. الفيلم من بطولة آسر ياسين وسيد رجب ومحمد لطفي وعمر عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي. ويعد الفيلم هو حلقة متصلة من سلسلة أفلام ولاد رزق الجزء الأول والتاني. خامس أفلامنا النهاردة فيلم العارف، بتدور أحداث فيلم العارف حوالين فكرة حرب العقول، الأحداث في وقتنا المعاصر من خلال قصة يونس اللي بيعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في شقة في وسط البلد، وبيلجأ لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، وبيدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة. الفيلم من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة. سادس فيلم معانا النهاردة فيلم العنكبوت، بتدور أحداث فيلم العنكبوت حوالين مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، وبيقوم السقاب دور شخص مشهور بيكتب عنه في الصحف والمجلات، والكل بيبحث عن العنكبوت وكشف هويته الحقيقية. الفيلم من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين بالإضافة للعديد من النجوم، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال. سابع فيلم معانا النهاردة فيلم أهل الكهف، بتدور أحداث فيلم أهل الكهف من عام 250 ميلادي وما بعده ب 309 سنة بعد الخروج من الكهف. الفيلم من بطولة الفنان خالد النبوي وغادة عادل ومحمود حميدة ومحمد ممدوح وآخرون، المعالجة السينمائية للسيناريست أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة. تامن فيلم معانا النهاردة فيلم في عز الظهر، بتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد النجم العالمي مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية بترتكب الكثير من الجرائم حوالين العالم بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم. الفيلم من بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمود حجازي، وتأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.
تاسع فيلم معانا النهارده فيلم قمر 14. فيلم قمر 14 بيضم خمس حكايات. الحكايه الاولى بطوله غاده عادل وكريم فهمي، الحكايه الثانيه من بطوله احمد حاتم واحمد بدير واسماء ابو اليزيد، الحكايه الثالثه من بطوله احمد مالك وبيومي فؤاد، الحكايه الرابعه من بطوله دينا الشربيني واحمد الفيشاوي، الحكايه الخامسه من بطوله خالد النبوي وشيرين رضا. الفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود زهران وإنتاج محمد السبكي وإخراج هادي الباجوري. عاشر فيلم معانا النهاردة فيلم مش أنا للنجم الكبير تامر حسني. بتدور أحداث الفيلم حوالين حالة نفسية ما بتصيب حسن واللي بيجسده الفنان الكبير تامر حسني، واللي بتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة واللي بتجسدها الفنانة سوسن بدر، حيث بيحرص دائما على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها لأنها تمثل محور حياته. الفيلم من بطولة الفنان تامر حسني وحالة شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج ثارة وفيق. الفيلم رقم 11 معنا النهاردة فيلم السرب. فيلم السرب اللي بيبدأ ببرومو مشوق في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا. فيلم السرب من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وهند صبري وشريف منير ومجموعة أخرى من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي. ده فيلم موسى. الفيلم رقم 12. بتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط، وخلال الأحداث بيمر الأبطال بظروف وأمور بتنقلب ضدهم. الفيلم بيقدم أول قصة روبوت بتقدمها السينما المصرية والعربية. العمل بينتمي إلى عالم الأكشن والخيال العلمي، وبيمثل انطلاقة قوية لصناعة أفلام الخيال العلمي في مصر والإنتاج الأضخم في تاريخ السينما المصرية. الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي ومحمد لطفي وصلاح عبد الله. آخر فيلم معانا النهاردة فيلم ثانية واحدة، واللي بتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة وبيتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث بيقلب حياته بشكل كبير. فيلم ثانية واحدة من تأليف مصطفى حمدي ومن إخراج أكرم فريد ومن إنتاج محمد السبكي، وبيشارك في بطولة الفيلم الفنان مصطفى خاطر ودينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعدد من الفنانين اللي بيزاروا كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معاكم أحمد محمود قناة ترند. لو عجبكم الفيديو ممكن نعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا يا شباب.